وصلنا للفقرة الطبية، ويمكن من أكثر الأمور يلي بتسبب خوف وقلق عند المرأة أنه توصل لسن اليأس أو مثل ما بيسموه سن الأمل. وطبعا كل سيدة لا شك بعد عمر الأربعين رح تدخل بهي المرحلة الطبيعية الفيزيولوجية يلي بيرافقها انقطاع بالدورة الشهرية والعديد يا سلمى من الأعراض يلي ممكن تختلف من مرأة لأخرى. أكيد هايدي، وطبعا بتختلف الأرقام والقياسات يلي حطها العلماء، فقالوا أنه بيتراوح هذا السن بين تقريبا 45 لل 52، ولكن بالعموم في كتير سيدات ويمكن بمجتمعنا العربي حتى بيختلف هاي الأرقام عن الدراسات الأجنبية والأمريكية، طبيعة لطبيعة المنطقة وأيضا طبيعة الحياة البيئية والفيزيولوجية للسيدات. وبالعموم تترافق مرحلة سن الحكمة وليس سن اليأس مع كتير من التغيرات الفيزيولوجية والجسدية للمرأة، واللي بتكون هي المنذر أو هي بداية الإشارة لأعطائها بأنه رح يصير في هذا التغيير. اليوم رح نحكي عنه أكثر، نعطي إشارات ما هو سن الحكمة وإمتى بتبدأ في المرأة، ما هي التغيرات اللي بترافق هذا التغير عند المرأة، وهل المرأة تستطيع أن تكون حامل أو لا، وغيرها كثير من الاستفسارات اللي دارت عبر السنوات بذهن السيدات. كل هاي المواضيع رح يطلعن عليها ضيفنا اليوم الدكتور أكرام الأحمر، اختصاصية نسائية وأيضا جراحة وعقم. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يا صباح يسعد الفل. صباحك دكتور. يا صباح النور. أهلا وسهلا دكتور. بداية يمكن كلمة سن اليأس كلمة مؤلمة كتير عند بعض السيدات، خلينا بداية نوضح شو هو سن اليأس، كيف بيتشكل، بأي عمر ممكن يظهر عند السيدة؟ أولا سيدتي بدي أبدأ من مقدمتكم الحلوة يلي أنه هو صح اسمه سن اليأس، لكن أنه التسمية بعد ازدياد وعينا لهالموضوع أنه صار اسمه سن الأمل، سن الحكمة، سن النضج، سن الخبرة. هلا بنوضح أنه ليش الخبرة بكل شيء. أوكي، هلأ بس في لمحة يعني هيك بسيطة تاريخية عن هذا الموضوع، وهي فانية شوي ولكن مؤلمة بشدة، وهذا اللي فرجانا أنه أو وصلنا بالأحرى لأنه سن اليأس، اللي هو أنه النظرة هي قديمة مئات السنين وآلاف السنين، بس مشي 100 سنة يعني لحتى بلشت نطلع منها يعني كمجتمع وحتى كأطباء اختصاصيين بهذا الموضوع، يلي بيقول إنه المبيضين لما بينتهي عملهم فما بينهوا عملهم، هي النظرة الخاطئة السيئة جدا، ما بينتهي عملهم بشكل راقي، لا، فهن المبيضين بيتهيجوا بشدة، بيقوموا بيضغطوا على العقد البطنية والحوضية عند الأنثى، وهدول بيروحوا بيعملوا ضغط على الدماغ والأنسجة الدماغية يلي تؤدي بقى لنوع من الحماقة والجنون. فهيك كانت التوصيف لهي الحادثة يلي اسمها المينوبوز أو سن اليأس. هلأ بالنسبة للعمر اللي ذكرتيه حضرتك، طبعا بيختلف المجتمع لمجتمع أكيد هذا الكلام، في عوامل كتير بتأثر عليه على إمتى بيظهر وإمتى بشكل متأخر أو مبكر. نحن عنا الوسطي تقريبا خلينا نقول 46 ل 52 سنة. هلأ السن اليأس ليس هو لحظة يعني بتصير إنه بتكون الأنثى أو السيدة بتكون اليوم قبل سن اليأس أو وبكرة بتصير بعد، لا، هو حدثية قد تأخذ من الوقت عدة سنوات، قد تمتد إلى 5 سنوات الحقيقة. فهي مسميها around يعني حول سن اليأس. هلأ نحن تفهمنا للقصة جدا هام بكيفية التعامل معه، وفي نقطة كثير أنا وياكم متفقين بلقاءاتنا سابقا فيها لما بنحكي شيء عن اسمه تناثر ما قبل الطمس، اللي بصير إنه عصبية ونرفوزة ومفشف شيء وجسمها ومكركبة هيك، منقول كنا واتفقنا أنا وياكم إنه جزء من هي الأعراض هو فقط ترقبي، بمعنى انه انا الانثى او البنت او السيده انه انا هلا بتطلع هيك على الموبايل تبع البرنامج اللي هو انه انا بعد 3 ايام رح تجيني الدوره، فبسبب هذا الترقب فبتلاقيها هي بلشت انه تنرفز وتعصب، وطبعا لا شك انه في بعض التغيرات، ولكن طريقه التعامل مع او النظره لهي التغيرات بيجي من اليه الترقب جدا. فنفس هذا الاسقاط ينطبق على حادث سن الياس، بهالمعنى انه انا بكره بده يصير معي هبات، بده يصير معي تعرض.
تحرق بلا بلا بلا، لما نمرق على الأعراض فبتلاقيها سلفا بلشت تتوتر نتيجة ترقبها، بتتوتر من القصة. الحقيقة بشوية وعي منا ومنكم وشوية تفهم من المحيطين بنقدر نتجاوز، أنا بقول بكل صدق على أكثر من 70% من هي. وانطلاقا من هاي النظرة اللي عم نحكيها بلشنا نتفق أنا وياكم وغالبية الناس على أنه ما بقى نسميها سن اليأس، سن الأمل أو النضج أو الخبرة أو الحكمة اللي بدنا إياها. أكيد. طيب دكتور، خلينا بما أن حضرتك حكيت عن الأعراض نحكي أكثر عن الأعراض، وكثير بنسأل هذا السؤال، أنه في صبايا بيكونوا ما تزوجوا بيوصلوا لعمر متأخر، وفي امرأة متزوجة ومنجبة والاثنين بيوصلوا لسن الحكمة، هل تختلف الأعراض أيضا بالظهور بينهم أو لا هي الأعراض نفسها اللي هو نحن مثل ما بنعرف أنه بتوقف المبيض عن إفراز هرمون الاستروجين يمكن وهرمون البروستوجين البروجستيرون. فخلينا نعرف شو الفرق بيناتهم. هلا الفرق بيناتهم الحقيقه انه يلي صار كان عنده زواج وكان عنده اولاد بيصير عنده خبره اكثر بكيفيه التعامل مع التغيرات الهرمونيه اللي بتصير عندها. تمام. هلا النقطه الثانيه انه يلي بعض الابحاث بتقول انه يلي متزوجه وعنده ولادات قد يتاخر عندها ظهور سن الياس. أوكي. بالتالي اختلاف هاي الأعراض هو اختلاف أولاً شخصي بين أنثى وأنثى، وبين حتى متزوجة ومتزوجة ومنجبة ومنجبة، وبين بنت أو أي بنت تانية غير متزوجة. هلأ منلاحظ أكثر شيء نحن الأعراض المنشوفة، في عنا أعراض منشوفة آنية وفي عقابيل لاحقة يعني تظهر بعد كذا سنة. الأعراض الآنية اللي منشوفها أكثر شيء هي الاضطرابات من الوعائية الحركية يلي هي التعرق والهبات السخنة، يلي طبعاً لهلا نحن بنربطها بهرمون الأستروجين بس الحقيقة ما بنعرف الآلية تبعيتها كيف بتتم، يلي ممكن تبدأ بلحظة وخاصة بتجي وقت النوم تلاقي البنت أو السيدة عم تفيق من نومها بحالة هلع شديدة، تعرق شديد، توهج بالوجه والصدر والرقبة لدرجة أنه هلأ هو الحقيقة ما هو حرارة داخلية متراكمة، ولكن يلي صار هو خطأ بآلية الحث الحروري على مراكز الحرارة بجسمها نتيجة هذا الاضطراب الهرموني اللي صار عندها، وخاصة من صديقنا هرمون الأستروجين يلي هو هرمون فعلا ساحر بمعنى الكلمة. هلأ هي الأعراض جدا جدا مزعجة ومؤثرة اجتماعيا بشكل كتير رهيب، لدرجة أنه بعرف بعض المريضات أنه بمناسبات بالصيف ممكن يروحوا لإلها إلا إذا راحوا قبل العالم وقعدوا جنب الشباك مشان تفتح الشباك أوقات ولو بعز الشتوية لأنه ما فيها تتحمل هذا. فكيف ممكن يتخلصوا من هاي الهبات السخنة دكتور؟ يعني عارض جدا شائع جدا سبب مشاكل كثير للسيدة ومزعج وممكن هو لحسن الحظ أنه أكثر شيء ممكن يستمر حوالي سنة لسنتين، نادرا ما يستمر لغاية 5 سنين، حوالي 10% بيضل عندهم لمدة 5 سنين. الآلية نحن لسه طبعا ما بنعرفها. هلأ بقول لك كيف ممكن تخلص منها قدر الإمكان. أرجو الانتباه لهالكلمة قدر الإمكان. العرض الثاني جدا هام اللي هو طبعا لما بتشوف انقطاع الدورة الشهرية، هون بدنا أنا وياكم ننبه على نقطة هامة جدا إنه هلأ نحن مفترض إنه دخلت لعنا على الاستوديو بنت أو سيدة قطعت الدورة من سنتين ثلاثة، صار عمرها 47 48 50 سنة اللي هو قطعتها الدورة الشهرية. طيب اوكي، وردت شافت بعدين دم يشبه دم الدورة الشهرية بصورة ما. هلا انا وياكم كمشتغل بهذا المجال لازم نتفق على نقطة مهمة كتير، ما الا للسيدة دغري اول ما بتحكي بغض النظر عن الاعراض اللي جاي منها، عم بحكي عن هالعرض هذا انا يلي هو انه شافت دم بعد انقطاع سنتين ثلاث سنين، انه ما الا هي اضطراب ما حول سن اليأس رجعي على بيتك. لا ابدا، يجب الانتباه انه قد يكون هناك سبب مخفي ببطانة الرحم غالبا يجب استقصائه، بمعنى نطمئن انه هالسبب هذا ببطانة الرحم هو بطانة سليمة، وبعدين وقتها من إلا بغض النظر عن المعالجة العرضية نعطيها إياها من إلا وقتها روحي على بيتك. إذا يجب استقصاء أي
نزف أي سبب, أي سبب. وخاصة سيدتي بعد الفحص النسائي الدقيق, لأنه جزء من الأعراض هو بصير في عندها خسارة بالكولاجين بجلدها, جفاف في منطقة الغشاء المخاطي للمهبل وبالأعضاء التناسلية الخارجية. فلذلك الفحص النسائي اللي كتير نساء بيكونوا ما بيفضلوه ما بيحبوه, بس هو ضروري جدا, لأنه أوقات هذا النزف قد يكون فقط نتيجة ضمور بالغشاء المخاطي للمهبل, ما له علاقة بالرحم, فلذلك هو سليم بالمطلق. فبشوية معالجة موضعية بترجع الأمور طبيعية تماما. يعني يمكن خلال حديثك دكتور عم تحاول تركز على أعراض سن اليأس, حكينا عن الهبات السخنة, كمان خلينا نوضح عارض تاني, هشاشة العظام كمان كثير بنسمع عنه, والنوبات القلبية كمان ممكن نسمع, خلينا نوضح. بتجي لاحقة هشاشة العظام من أكثر الأمراض خطورة, بمعنى أولا هو مترقي, والسيدة إذا وصلت لمرحلة لليفل معين من الأوستيوبوروسيس ترقق العظام, هذا غير قابل للعكس, يعني غير قابل أن نرجع للعظم مثل ما كان قبل, لا, هو فقط إذا بنقدر نثبته عند هالمرحلة اللي وصل لها, تمام. فلذلك ترقق العظام جدا جدا هام, واللي بيدخل فيه إمتى بديت عندها الدورة الشهرية, إمتى صار عندها المينوبوز أو سن اليأس, وبنفس الوقت نمط الحياة يلي هو إذا في رياضة ولا لا, وسموكينج التدخين جدا يلعب دور هام بموضوع الأوستيوبوروسيس. هلا بنجي بقى على يعني العقابيل كمان اللاحقة اللي ذكرتيها حضرتك, الإصابات القلبية الوعائية, وبنقول ملحوظة نحن جدا هامة إنه بعد تقريبا حوالي 67-68 سنة تتساوى النساء والرجال بنسب الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية. أما بالأول هي بتكون نادرة عندهم بسبب صديقنا هرمون الأستروجين يلي هو جدا هام, بيحمي بطانة الأوعية الدموية عندها. فلذلك هذا الموضوع جدا جدا هام. هلأ إذا كان معنا وقت ممكن يمرق معنا الشيء اسمه الـ HRT يلي هي الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي, أو المعالجة المعيضة بالهرمونات يلي إنه نخليها تجي الدورة للبنت أو للست على الأقل 5 سنين أخرى. هذا عم بدي أسألك عنه دكتور, اليوم العلم كتير تطور, وصرنا عم نشوف يعني يمكن قبل سنوات عديدة كان موضوع الإنجاب إذا الشخص ما 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 صح له فبيكون في مشكلة وعائق, حاليا هلأ صرنا نقول عدد حالات العقم النهائية اللي ما في مجال منها هي كتير بسيطة أصبحت, العلم كتير تطور, تأخر حمل أكثر ما هو عقم. نعم تماما, وصار في كتير علاجات حتى في بعض الأمراض صار يعني يندرس عليها جينيا وقبل ما أنه نقدر نمنع الإصابة فيها. هذا الجزء بما أنه هو يعتمد على هرمونات بالجسم, تماما, هل صحية موضوع أنه اللي عم نسمع عنه واللي حضرتك هلأ قلت أنه أنا أعطي السيدة أو الفتاة هرمون عوضها بالهرمون اللي هو ناقصها لحتى تستمر عملية نشوف الدورة ونأخر الأعراض والعقابيل اللاحقة أم لا؟ طيب سيدتي أرجو الانتباه, أنا وياكم ونقول لمشاهدينا الحاضر يعلم الغائب, رح أقول جملة جدا هامة, كل أنثى كل سيدة منجبة أم يعني أنجبت أو ما أنجبت, متزوجة بحكم أنه البنات في عنا شيء ما بنقدر نساوي لهم إياه ببلادنا, هي مرشحة مثالية للـ HRT للمعالجة المعيضة بالهرمونات طالما هي موجودة under control وعلى طول عم نعمل follow up عليها, عم نعمل متابعة عليها. يتضمن هذا الشيء شغلتين, أولا أنه استشارة قلبية وعائية لأنه بدنا نعطي هرمونات, الشيء الثاني مشقين متابعة بالإيكو والمامو للثديين, وهي أصلاً ديجا صارت يعني أنه هي لازم كل سنة كل سيدة تعملها مرة أو كل سنتين مرة, أنه يكون الإيكو والمامو سليمين والباب سمير, أرجو الانتباه, لطاخة عنق الرحم سليمة. أي أنثى عندها هي الأمور سليمة فهي مرشحة مثالية لتأخذ المعالجة المعيضة بالهرمونات يلي بمعنى ممكن تخليها تجي دورة, الأعراض اللي ذكرناها ومثل ما قلنا الهبات يعني العرض المحرج والمقلق بشدة مع بعض الاضطرابات النفسية, وأرجو نبتعد هون عن كلمة هامة كتير, أنه دكتور أنا دخلت باكتئاب
نو لا نسميها انه نحن صرنا بديبريشن او ديب ديبريشن نو خلينا نقول انا فتت باضطراب مزاج لانه كلمه اكتئاب لما هي بتجي عم تقول عندي اكتئاب ونحن بنثبت لها اياها خلص صارت مثل بصمه عليها لا نحن عندنا اضطراب مزاج فاذا المعالجه المعيضه بالهرمونات هي سلاح جدا رائع جدا رائع طالما هي محققه هي الشروط الطبيه صوره ايكو مامو سليمه لطاخة عنق رحم سليمة وقلبيا وعائيا من ناحية الاضطرابات الخثرية هي سليمة فأي هي مرشحة مثالية لتأخذها لا يخافوا لا يخافوا من موضوع أنه بتعمل سرطان ثدي أو سرطان بطانة رحم أرجو الانتباه أنه هذا الموضوع يكون براتنا نهائيا أكيد أكيد يعني دكتور عم تحاول تضوي على كثير معلومات مهمة حول هذا الموضوع توعي السيدات أكثر لأنهم فعلا بهي المرحلة بحاجة لكثير من الدعم النفسي والمعنوي أكيد. خلينا بالختام نعطي شوية نصائح للمرأة لما بتبلغ سن اليأس خليني أقول نصائح قبل ما تبلغ سن اليأس يعني بسن النشاط الإنجابي يلي هي اعتماد نمط حياة healthy style بيكون في سبورت موجود يعني رياضة الابتعاد عن الدخان أو التدخين قدر الإمكان مشان الأوستيوبوروسيس ترقق العظام يكون في عنده وهي آخر دراسات بتقول إنه معدل وترقي الإصابة بالأوستيوبوروسيس ترقق العظام عندها يعتمد بالأساس على مخزونة من الكلس حتى ما قبل حادثة البلوغ وليس سن اليأس حتى ما قبل حادثة البلوغ التفهم النفسي جدا ضروري من المحيطين وتوعية المحيطين فيها للأنثى جدا هامة أنه تتجاوز هاي المرحلة وبالأخير هي سن خبرة حتى بالعلاقة بين الزوجين بالتعاطي مع أمور الحياة بتربية الأولاد بلا 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 هي سن خبرة وأمل ونضج وحكمة وليس سن يأس أكيد بالختام نشكرك دكتور أكرم الأحمر على كل المعلومات اللي دائما تعطينا إياها وتغني صباحنا فيها شكرا لك يا ميت أهلا وسهلا شكرا لك دكتور نورت صباحنا